عم نشوف أصحابنا عم يجوا يلجأوا على المدارس من دون شيء، ما معهم شيء. فكتير كان الموضوع صعب علينا حتى نحن نبلش نتدخل، بس بتصور إنه صح نحن ما عشنا الحرب، بس أهلينا بيحكوا لنا كتير، منشوف كتير بلبنان، بنسمع يعني حتى لبنان تراثه كله حرب، ففي ذاكرة جماعية نحن جماعتنا كلنا، يعني اختلاف أجيالنا واختلاف طوائفنا مثل ما قلتي، جماعتنا حتى نحن نكون إيد وحدة بهذا الوضع ونساعد أهلنا اللي هن عن جد أهلنا وأصحابنا. والأشخاص اللي التقيتوا فيهم هن تركوا ولا بمعنى تهدموا بيوتهم؟ يعني شو بيخبروكم؟ شو بتحسوا الغالبية؟ خسروا ولا معقول يرجعوا؟ لا، الأغلبية خسروا كتير كمان. خسروا أشخاص، خسروا رزق، خسروا أرض، خسروا يعني السنين تعب اللي عمروا فيهم، هيك الأغلب خسرون، لأنه الأغلب كان بمنطقة جاية من الجنوب. والجنوب له مش يوم ويومين أو شهر وشهرين عم ينضرب، له بحدود السنة متواصل. فهيدا أدى لأنه من زمان يبلش في نزوح، بس هيدا الصدمة أنا بعتبر تبعي لما رحت على تنويتي شفت ناس بعرفها هونيك مهجرة هونيك مطرح ما تعلمت. فكان مثل أنه يمكن كبرتني شي 20 سنة هذه اللحظة. بتوقع كلنا كبرنا بلبنان كتير، عشرات سنين أكتر من المفروض نحن نكبر.